مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. ونرحب بكم في هذه النشرة التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة في أول أيام عيد الفطر السعيد. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 17 درجة مئوية، المحسوسة أيضا 17، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بالمجمل. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة خلال ساعات يوم غد بإذن الله، أي خلال أول أيام العيد السعيد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس صافي ومستقر بشكل عام، المفرق 29 إلى 14، إربد 27 إلى 15، جرش 28 إلى 16، وعجلون 26 إلى 15 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 29 إلى 16، البلقاء 27 إلى 16، عمان 27 إلى 15، مأدبة 27 إلى 15 أيضا، والبحر الميت 33 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 26 إلى 17، نفس الحرارة في الطفيلة مع طقس مشمس، الشوبك 25 إلى 15، معان 30 إلى 18، والعقبة طقس حار 38 إلى 25 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 34 إلى 17، نفس الأجواء والحرارة في الصفاوي، أمرويش الطقس صافي مع 34 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء.